انا الولد اختفى لي البارح وامو اللي داته قالت لي لا انا بغيت نديه شويه توحشته هو كيبات معاه قايل معاه قالت لك توحشته وقالت لهم انا الولد عندي مريض غندير له العمليه وحنا الولد تبارك الله ما عندنا لا مرض لا والو الحمد لله ما مدابزين ما متخاصمين ما عندنا حتى شي حاجه بيناتنا خير جيب لي غا ولدي نشوفو راجلك راه دابا ما شفناه ما عرفناه فين مشى لا ميت ولا حي جيب وسيم واجي هكي البارح كي اليوم الاسم ديالي دنيا دنيا وانا الولد اختفى لي البارح مع الربعه د العشيه وامو اللي داته ولكن ما عرفناها فين مشات ما نعرف عن الله باه مشى يسخر نيجا خلاها في الدار نرجع صافا ما كايناش بقى هذيك الساعه قلب طلع هو طلع هو ما كانش قالت لي جات خلطت عليا قلت لي انا دخلت كنتوضح عشان نصلي تقريبا عادك خمسة أربعة ونص هكاك جات قالت لي عمتو قالت لي جيب لي الولد قلت لها انتي ما دارياش هدي الولد قالت لي لا بغيتو غير باش يونسني حقه في الطريق وهي ديما طلعت في طوبة حديثة دات هذاك الولد ومشى في الطريق جبه قال لي فينا والدرهم خرجوا مشى كيقلب مشى هذيك الساعة ما خلا بلاصة لا غينا على البنت شكات ادي واحد الشهادة عند الطبيب الله غينا على البنت جينا نتلاقى العباد الله كلشي كيقلب صافي اللي كاين هو هذا ما كاينش يعني الحالة ديال السيدة كيفاش كان؟ الحالة ديال السيدة كانت عادية ما مدابزين ما متخاصمين ما عندنا حتى شي حاجة بيناتنا خير ما كاين حتى شي حاجة دخلت بست لي يدي أمي وطلع نعطيك تغدى قالت لي لا أنا شبعانة ما فيا لا جوع لا والو وطلع صافي قالت لي أنا خارجة مزروبة فين غادي قالت لي انا خارجه غنمشي مور البنت غنمشي مور حنان غنمشي مور للطبيب قلت لها واش قالت لك لا انا بغيت الولد ندي الولد يونسني مع الطريق فما تنساش دي الولد انت غادي نمشي بوحدك قالت لي لا انا بغيت نديه شويه توحشته هو كيبات معاه قايل معاه قالت لك توحشته صافي هذيك العين اللي شافتها مشينا هي عندك الناس كلهم خرجوا لها الناس الشفة ديالها والسكيتير ديالها وكل شيء العيالات خرجوا لها عنا قال لك الحالة ديالها كانت هذه أربع أيام الحالة ديالها مبدلة ماشي هي هذه وقالت لهم أنا الولد عندي مريض غندير له العملية وحنا الولد تبارك الله ما عندنا لا مرض لا والو الحمد لله قال لك قلنا لا إلا كان عندك شيء مرض ولا شيء عذر الله يسامح الله قالت لك خرجت بكري من الخدمة ديالها عادية فداك التوالي عادية من بعد ولدت لهنايا وداك الولد من نهار اللي ولداته ما شافته نهار اللي ولداته هو معي صافي تقول لها ما عندي ما ندير بها انا ما عندي ما فحال نقول لك داك الكبده ما كانتش عندها لا ما عندهاش تقول لك انا ما عندي ما ندير بها انا ما عندي ما ندير بها الولد يمشي يبيعو الا بغى يمشي يقتلوه الا بغيتو قلت لها هذيك كبدتي وربي داك الولد حاويناتي وبقى معايا وتا هي ما كيمشيش عندنا ما كيبغيش يمشي عندنا بحال اختفات الصحة باه الحالة ديالو الحالة ديالو ما يكون اتشفي الحالة ديال شوفي راه طايح دابا قالنا شي واحد قالنا لقاه طايح حدا طونوبيلات ليهن وهزو احنا ما مشيناش عندو جينا عندكم انتم دابا شني الرسالة ديالك اللي كتوجه الرسالة ديالي بغيت نشوف هاد الناس اللي شاف هاد الولد وضرب له في عينه وشافوه بالرحمة الوالدين ويتصل بهذا الرقم هذا وحنا نوقف الله فيكم وفي اللي خلق الامه كلها اعتقونا شا ديك العرينا ما خلينا لا مالي طوموبيلات ولا الحوانات ولا كل شيء تصور مفرقينا نقول الله يرضى عليك الله يهديك الله رجع اجي راه كي البارح كي اليوم جيب لي غا ولدي نشوفو راجلك راه دابا ما شفناه ما عرفنا فين مشى لا ميت ولا حي ما عرفتو فين مشى تجيب داك الولد ودي كيما البارح كيما اليوم راه بنتي هذيك راه ماشي الناس دابا كلشي حنا كنا كلشي حامق حتى العائله فاش حنا علميناهم كلشي حامق على الولد هذا كلشي حامق عليه الا كانت تشوف فيا وتسمعني وهذا المنظر هذا كنبلغ الامه كل اللي شاف هذا الولد وليلها هي كنقول لها جي هان الله يرضى عليك جيب وسيم واجي كي البارح كي اليوم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.